أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف توطين الصناعة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، ولفت مدبولي إلى أنه يعقد اجتماعات دورية مع كل المعنيين بهذا الملف سواء من القطاع الخاص أو من الحكومة، وذلك للإسراع في النهوض بهذا القطاع المهم. وخلال اجتماع مدبولي مع وزير التجارة والصناعة تم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، ويشمل ذلك مستلزمات الإنتاج والسلع الاستثمارية أو الإنتاجية أو الاستهلاكية والتي من شأنها توطين مجموعة من الصناعات التي تحتاجها السوق المصرية.